الانطلاق خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد بطرز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد بطرز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شوبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي ايه؟ عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص. ما بقاش خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته. انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار اديت سام ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدعين؟ انت هتخن ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدعين تسترزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تمضي التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستيه. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟